أعمل خمسة. وراجل اسمه حنانيا ومراته سفيرة تعملك واختلف من التمن ومراته عندها خبر كده وجيب جزء وحطه عند رجلين الرسل فقال بطرس يا حنانيا ليه ملا الشيطان قلبك عشان تكتب على الروح القدس وتختلف من تمن الغيط مش هو قاعد كان عايز لك ولما بيع مش كان في سلطانك اما الملك حطيت في قلبك الموضوع ده انت ما كدبتش على الناس لكن على الله فلما سمع حنانيا الكلام ده وقع وميت وبقى خوف عظيم على كل اللي سمعوا بده فقام الشبان ولفوه وشالوه بره ودفنوه بعدين حصل بعد مده حوالي 3 ساعات ان مراته دخلت وما عندهاش خبر اللي حصل فجاوبها بطرس قولي لي بالمبلغ ده بعته الغيط فقالت ايوه بالمبلغ ده فقال لها بطرس ما لكم اتفقتوا على تجربه روح الرب اهي رجلين اللي دفنوا جوزك على الباب وهيشيلوكي بره فوقعت في الحال عند رجليه وماتت فدخل الشبان ولقوها ميته فشالوها بره ودفنوها جنب جوزها فبقى خوف عظيم على كل الكنيسه وعلى كل اللي سمعوا بكده وحصلت على ايدي رسل معجزات وعجائب كتيره في الشعب وكان كل بنفس واحده حصلت سليمان واما التانيين اللي من بره فما كانش حد منهم يستجري يلزق فيهم لكن كان الشعب بيعظمهم وكان مؤمنين بينضموا للرب اكتر جماهير من رجاله وستات لدرجة انهم كانوا بيشيلوا العينين بره في الشوارع ويحطوهم على فرش وسراير لحد ما يجي بطرس يخيم ولو ضلوا على حد منهم واتجمع جمهور المدن اللي حواليهم في اورشليم شايلين عينين وناس متعذبة من ارواح نكسة وكانوا بيتشفوا كلهم فقام رئيس الكهنة وكل اللي معاه اللي هم حزب الصدقيين واتملوا غيرة فرموا ايديهم على الرسل وحطوهم في السجن العمومي ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن وخرجهم وقال روحوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بكل كلام الحياتي فلما سمعوا دخلوا الهيكل الصبح تقريبا وقعدوا يعلموا بعدين جه رئيس الكهنه واللي معاه وندعوا المجمع وكل مشايخ ولاد اسرائيل فبعتوا للسجن عشان يجيبوهم ولكن الخدم لما جم ما لقوهمش في السجن فرجعوا وبلغوا وقالوا احنا لقينا السجن مقفول بكل حرص والحراس واقفين بره قدام الابواب ولكن لما فتحنا ما لقيناش حد جوه فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء بتوع الكهنه الكلام ده شكوا من ناحيتهم ايه يا ترى ده بعدين جه واحد وبلغهم وقال اهو الرجال اللي حطيتهم في السجن اهو في الهيكل واقفين بيعلموا الشعب وقتها راح قائد الجند مع الخدم فجابوهم مش بعنف لانهم كانوا خايفين من الشعب لحسن يتركموا فلما جابوهم وقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه وقال مش وصلناكم جاي ما بتعلموش بالاسم ده وقال انتوا مليتوا اورشليم بالتعليم بتاعكم وعايزين تجيبوا علينا دم الانسان ده فجاب بطرس الرسل وقالوا المفروض يتسمع كلام الله اكتر من الناس الى ابهاتنا قوم يسوع اللي انتوا قتلتوه مع العين وعلى الخشبه ده رفع الله بيمينه رئيس منقذ عشان يدي اسرائيل التوبه وغفران الخطايا واحنا نشوف له بالمواضيع دي والروح القدس كمان اللي اداها الله للي بيسمعوا كلامه فلما سمعوا بعضه وقعدوا يتشاوروا يقتلوهم فقام في المجمع راجل فريسي اسمه غملائيل معلم للشريعه متكرم عند كل الشعب وامر يتخرجوا الرسل شويه بعدين قال لهم يا رجال الاسرائيليين حاسبوا على نفسكم من ناحيه الناس دول في اللي انتوا ناويين تعملوه لانه قبل الايام دي قام سداس وقال عن نفسه انه هاجر اللي لزق فيه كام راجل حوالي 400 اللي اتقتل وكل اللي شتوله اتعتروا وبقوا ولا حاجه بعد كده قام يهوذا الجليلي في ايام التعداد وتوه وراه شعب كتير قوي فده برضه ضاع وكل اللي اتضرروا اتشتتوا ودلوقتي بقول لكم ابعدوا عن الناس دي وسيبوهم لان لو كان الراي ده او العمل ده من الناس هيتلت ولو كان من الله فما تقدروش تهدوه لحسن تبقوا بتحاربوا الله كمان فتشدوا الراي ونادوا الرسل وجلدوهم ووصوهم ما يتكلموش باسم يسوع بعدين سابوهم واما هما فراحوا فرحانين من قدام المجمع لانهم اتحسبوا مستهلين يتهانوا عشان خاطر اسمه وكانوا عمالين كل يوم في الهيكل وفي البيوت يعلموا ويبشروا بيسوع المسيح.